مشاهدينا الأعزاء، تحية المسيح، تحية إله المحبة والسلام تكون معكم. أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، ونبدأ في فقرة سؤال الأسبوع، وحنستضيف في هذه الفقرة الأخ عماد العبدي. أهلا وسهلا أخ عماد. أهلا وسهلا دكتور، كيف حالك؟ سعيد أكون معك. ربي يباركك إن شاء الله. وأتمنى نكون ضيوف خفيفين على المشاهدين، وما يوزنون بالروح مش أمين. بالوزن. أمين. ربي يباركك أخ عماد. أنا حابب اليوم أفتح معك موضوع اللي هو دائما يتهمونا إنه أنتوا يا هالمتقدمين للمسيح تركتوا الدين وصرتوا مسيحيين لأنكم تجهلون بالإسلام، مع أني دائما أنا أشجع اللي يبغى يترك الإسلام ويجي للمسيحي أقول له اقرب الإسلام أكثر. فأنت إيش بترد؟ إيش رأيك أنت بهذا التهمة؟ يا كثر التهم اللي تيجي للعابرين دائما تيجي للتهم صح؟ يا كثر التهم اللي تجينا، يعني أشكال وألوان كل يوم طالع تهمة جديدة، وفي تهم معيبة وفي تهم أنت فاهم ممكن تعدي، لكن في تهم يعني غير منطقية. يعني بصراحة يعني اسمح لي يا دكتور، يعني تهمة أو تبرير كل التبرير لكل واحد يترك الإسلام إنه جاهل فيه وإنه أحمق، هذا ما عاد يعني خلاص شوفوا غيرها، يعني أسطوانة مشروخة انشرخت. طب السبب ليش؟ السبب برايك؟ بديهي يا دكتور، بديهي. أيوه. يعني اسمع، يعني خليني أسألك، أنت طبعا. سعودي وأنا سعودي ونتكلم لغة عربية، طالعين من بلاد الإسلام وقبلة المسلمين وأكثر بلد يطبق الشرع، في المدارس درسنا الإسلام، أنا أذكر أكثر من 7 مواد إسلام، توحيد وتجويد وفقه وحديث وقرآن وسيرة وصور من حياة الصحابة، يعني أنت بالعكس أنت تطلع من المدرسة شيخ صغير صح. غير أضف إلى ذلك أن في إسلام في الشارع صح. إذن الإسلام موجود في المجتمع وفي البيت، أنت تعيش الإسلام بكل ما تعني الكلمة من معنى. أنك تكون جاهل بالإسلام بعد كل هذا اللي تعلمته وفهمته ومارسته من عبادة وطقوس، إذن أكثر من 99% في العالم ما يجرون بالإسلام. وطيب وكيف إذن تفرحون بواحد ما يعرف عربي ولا يعرف يعني ما يعرف أي شيء عن الإسلام يصير مسلم وهو يقول يعني تصفقون وتفرحون؟ هذا طيب هذا يفهم في الإسلام؟ يعني هل أنا جاهل بالإسلام؟ حتى بعضهم ما عارف ينطق الشهادة، ما عارف ينطق الشهادة. إيه صحيح. فطيب أنا أكون جاهل بالإسلام والأخ هذا عارف، طيب أنا جاهل والملايين اللي في أندونيسيا وفي باكستان وغيرهم اللي ما يعرفوا حتى القرآن إيش يقول، هم اللي يفهمين؟ طبعا أنا أشوف إنه هذا بصراحة يعني مو اتهام في محله صحيح، واتهام غير مناسب. طيب أخ عماد، يعني الحين مثلا ممكن هم يتهمون واحد عربي غير سعودي، شايف لأنه تعرف التعليم الدين الإسلامي بالدول العربية مو زي السعودية، يعني بعض الدول العربية ضعيفة في التدريس الإسلامي مع أنها تعتبر دولة إسلامية، لكن الحين التهمة عم تيجي للسعودي، السعودي اللي أنت زي ما قلت عايش جو الإسلامي، ويمكن عندك الشيعي أفضل من السني لأنه الشيعي بيدرس السنة الإسلام السني بالمدرسة والإسلام الشيعي بالبيت، فعندك تعليق على هذه النقطة؟ لا، هو شوف يا دكتور، بالنسبة ما لا يوجد في فرق بين سعودي وعربي في هالموضوع، لكن السعودي أشد إدراكا وعلما ومعرفة بالإسلام، لأنه الإسلام بالنسبة للعربي الخارج للسعودية والخليج العربي ثقافته إسلامية وإدراكه ووعيه وانتماءه وهويته وحياته العادية وزواجه وأسرته وتربيته الأولاد وكيف تربه، فأنت الإسلام مش أحكام مخفية أو حياة مستترة ما حد يعرفها أو ما يعرفها، فما أتوقع في فرق في الموضوع كبير ما بين السعودي
أو غير سعودي، لكن أكثر يعني ضعيف أكثر أنك تتهم السعودي فيه. لأن أنا أتوقع أنه يا رجل إحنا نعرف ناس تعمى يعني أخذت عمرة وحج أكثر من 16 مرة في السعودية. فإذا كان يعني إذا كان السعودي ما يعرف دينه، الأولى إذا العايش اللي برا هو أهم أصعب. أقصد في الدول الإسلامية الغير الناطقين بالعربية يعني بوجه الخصوص، أو حديثي الإسلام اللي قبلوا الإسلام كذا يعني سادنلي بشكل مفاجئ. طيب الحين أخ عماد وصلنا لختام هذه الفقرة، أبغى أسألك يعني إيش هي رسالتك تبغى توجهها للطرفين، للمتقدمين اللي هو إخوتنا في الإيمان، وأيضا لإخوتنا اللي لا زالوا أهلنا في بلادنا المسلمين يعني الموجودين في البلاد. طيب أنا عندي رسالتين. تفضل. أتمنى إن الوقت يسمح. أول رسالة هي إنه الحقيقة إنه سبب قرارنا في أو سبب إن إحنا اتخذنا هذا القرار مش الجهل، بالعكس النقيض للجهل هو المعرفة، هو إن إحنا عرفنا عن الإسلام أكثر مما ينبغي لنا أن نعرف، فلم نقبله، رفضناه. وهنا تأتي النقطة الثانية، إحنا تربينا وأخذنا صورة عن الإسلام، صورة عن رموز الإسلام، صورة عن تشريعات الإسلام، صورة عن شعارات الإسلام، لكن لما كبرنا وحصل لنا الأمانة والمعلومات اللي ممكن يعني تؤكد لنا أو تنفي كل ما كنا واثقين فيه، اكتشفنا بالعلم وليس بالجهل، بالمعرفة بها وليس بالجهل بها، إن إحنا إنه مو هذا اللي كنا نتبع. أمين. لكن وجدناه فين؟ الشعارات الحلوة والسلام والمحبة والكلام الطيب هذا كله وين شفناه؟ في المسيح. أمين. فمن حق أي إنسان، من حقي ومن حق أي إنسان، وهذا قرار شخصي لا ألام ولا تلام ولا يلام أحد عليه، إنه يعبد الإله اللي يختار، لأنه هذا اختيار شخصي، ولك الحق تقبل بهذه المنظومة إذا كنت أنا رفضتها وشفت إنه الصورة اللي كانت عندي اختلفت بعد ما عرفت وتعلمت وقربت منها أكثر. ممكن أنا رفضت لكن غيري ممكن يقبلها بكل سرور، وله الحق يقبلها ولي الحق أرفضها. فرسالتي إنه أرجو إن أنتوا يعني تتعاملوا معانا بأكثر يعني بوعي أعلى شوي من كذا، لأن إحنا نتكلم معاكم بشكل نموذجي، بشكل معرفي، بشكل يعني فيه أمانة علمية وفيه بحث وفيه أشياء كثيرة نقدمها. فما يصلح أنت تجي تستصغر الموضوع وتقول هذولي مو فاهمين، ولا، هذه الرسالة تحتاج منك أنت برضو تكون أمين مع نفسك أولاً، وتبحث وراها هل إحنا نقدمها بأمان وصادقين فيها وهذه الحقيقة فعلاً أو تختلف عنها. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى نهاية فقرتكم سؤال الأسبوع، انتظرونا بعد الفاصل.